اهلا بكم الكلكم تنجدوا على البات متاع البيتزا وداخل ينجد في بات خبز وداخل حسيلوا مغرومين على يميك بالبات هم شو عمل لكم بات تعملوها في الدار تستعملوها بيتزا خبز كسكرو تجي تهبل البات اللي شو عملوها توا ماهيش البات اللي نعملوها في الريستورونات خاطر في الريستورونات عندنا الخمارات وعندنا الفور بروفيسيونيل ونخدموها قبل بنهار باش نعطيكم طريقة كيفاش تعملوا في الدار بات نتاع بيتزا وهي بيتزا تستعملها خبز وكل شيء تبعني لي زانغريديون سهلين على الاخر باش ناخذوا 700 غرام فرينه 300 غرام سميد كعب عظم كيس زيت زيتون هكا باش يبدا مبنن وباش نستعملوا 10 غرامات خميره على الكيلو مش برشا تسمى باكو هذاك تحل شويه ملح شويه سكر وشويه ماء سخون وكا هو اول حاجه نبداو بها ناخذوا شويه ماء ملذذ وباش نحطوا فيه 10 غرامات خميره وباش نحطوا فيه لا ميم كونتيتي 10 غرامات سكر سكر اي الخميره باش نخليها على جنب ترتاح وتوا باش نتلاو بالعجينه الصحيحه اول حاجه باش نعملوها دقيقه نشوف الفوسكا نتاعي ناخذ السميد ونخلطه مع الفرينه الخميره ارتاحت بكده دونك نخلطها على العظم وتوا الرسمي باش يبدا بدا نزيدو بشويه بشويه ماء ونعجن 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 وسع بالك ونعجن ونعجن ونشوف محبوبي تلمت البات بالكده توا وقيت باش نحطوا زيت ومن بعد باش نحطوا الملح باش ما يطيحلناش من الاول العجنه الملح في الاخر يتم قصدي في اللهو واغراضي يتم قصدي في اللهو واغراضي ويعود قلبي كالجنان مربى ولا نعيش العجينة كملت شوفوها كيفاش وليت هذه توا باش نغطيوها بحاجة ونخليوها الساعة ترتاح ساعة من زمان تعدي وشوفوا البات كيفاش ولات كيما قلت لكم البات هذه تنجم تستعملها بات نتاع بيتزا ولا بات خبز كان باش نستعملوا الخبز باش نعملوا كعبورات صغيرين كان البيتزا باش نعملوا كعبورات اكثر تبع كملنا التكعبير باش نخليهم يرتاحوا هكا جيس من فوق باش نحط شويه فرينه ومن بعد باش نغطيهم باش نعاود ونستناو ساعه من زمان الصبر وبر استنينا ساعة أخرى نفخوا الكعابر نتاعنا شوية فما بارتي باش نستعملوها خبز وبارتي بيتزا أنا باش نبدا بالخبز دونك باش نسرحهم شوية وباش نفوحهم انتوما في تونس عندكم الرفاح نتاع الخبز حاضر اللي ما عندوش حاضر يخلط شوية بسباس على شوية سينوج شوية جلجلان كان تحبوا نعملوا ضربة بعظم عظمة مركوضة هكا من فوق نرميو الرفاح ونحطو في الفرن ولا نعيش بعلتي نتوجع اللي تعد
خلينا الخبزات نتاعنا، خلينا الاصفر نتاع العظم مع شويه حليب رطبناهم وتو باش ندهنوهم بيض. وتو باش نتعديهم فوق الخبز كيما قلت لكم بسبيس سينوج والثالثة نسيت زلزلي. توا باش نزيدو نستناو بعد ما فوحناه، باش نستناو 4 دقائق ثلاثة تنفخ شوية ومن بعد دخلو للفور. الفور يلزم يكون سخون بالكدا 200 درجة هكا، باش نخليوهم 5 دقائق وانت عينك ميزانك وتشوف صح باش فات. زعمي ولي ونقول يوم سعيد جاني خلي زعمي ولي. اشترى عملنا الخبز وتوا باش نعملو كعيبة بيتزا مامو. جاني خلي نقول يوم سعيد جاني خلي. احنا هنا في الريستوران ندخلوها ديريكت للفور، انتوما في الدار بعد ما تحلوها هكا مدوره تخليها تستنى 4 درجة اخرين لو تطلع شويه لو تشوفها ومن بعد تحطها في الفور. ذكروها غير عملناها في البيت قبل صوص طومات عندي بزيد، عملت بزيد دونك باش نستعمل صوص طومات هذه في البيتزا. ريا يلمع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش. باهي البيتزا اللي مش اختار نعملها اليوم بيتزا فيجيتاريان، باش نلمو الخضرة اللي قاعدة في الفريجيدير الكل، باش نقصوها شوية شوية ونعملو بيها بيتزا تشوف لو ميلونج نتاع الخضرة دي حاجة ياسر بنينة حتى في المنظر حلوة. اللي تعدى وفرنسا ما يرجع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش. طالي رجايا واللي هجرني ما سخف الدايا. طالي رجايا واللي هجرني ما سخف الدايا. ما عندكمش فكرة قضيت شاي حد ما معاه سيلفي. نزيدها شوية زيتون اللي يحب شوية كبار، أنا نموت على الكبار فمش كون ما يحبوش مسلم. وريقات حبق الزهر ما يرجع. والطوش الاخرى باش البيتزا تطلع بنينة تاخذوا طرف زيت تترقدوه في شوية ثوم شوية فلفل شوية ارومات اللي تحبوا عليه انت، تخليها تدوز هذيك البيتزا هذيا باش نمسحوا بها الحرارة هذيا. اللي تعدى وفات زعما يرجع. اللي تعدى وفات زعما يرجع ولا نعيش ولا نعيش.